كل شخص فينا دائما يحاول أن يحمي نفسه من العلاقات المؤذية أو حتى العلاقات السامة، ومع حرصنا الدائم هناك شخصيات خطيرة قد يكون لها أثر سلبي على حياتنا وحتى على صحتنا. وفي كثير من الأحيان ممكن ما نكون مستعدين لتصرفات هؤلاء الأشخاص، لأن بعض أفعالهم أو أفعال هذه الشخصيات غير متوقعة وحتى غير منطقية في نفس الوقت. ولعل أخطر هذه الشخصيات هم الشخصية السايكوباتية أو الشخصية السوسيوباتية. فما هي هذه الشخصيات؟ أكيد راح نتكلم أكثر في هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الوايلي، أخصائي نفسي جنائي. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله. الله يحييك، وأنا سعيد إني كنت معكم اليوم إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا، لأنه هذا الموضوع يمكن كثير ناس تختلف فيه، وكثير ناس ما هي فاهمة الفرق بين الشخصية السايكوباتية والشخصية السوسيوباتية. لذلك خلينا نبدأ حديثنا اليوم معك دكتور ونتكلم عن الفرق بين الشخصية السايكوباتية والشخصية السوسيوباتية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشخصيتين هذه متواجدة في المجتمع بشكل كبير جدا، ودائما يحدث الخلط حتى من المتخصصين يعني في المجال، سواء كان نفسي أو غير نفسي. الشخصية السيكوباتية هي مولودة، بينما السوسيوباتية مصنوعة، بمعنى أن السيكوباتي يعني ممكن يكون جيني يعني بالدرجة الأولى، بينما السوسيوباتي لا، مختلف different about this. يعني هو معتل اجتماعيا بسبب اكتساب السلوك السلبي، السلوك العدواني العدائي، وبالتالي حسب المواقف والتجارب والأحداث والتربية الوالدية والزملاء وجماعة الأتراب وما إلى ذلك، تكبر معها بشكل تدريجي حتى يتشرب السلوك العدواني، ثم يبث للآخرين بشكل كبير جدا. وهذا المقصود بالدرجة الأولى، أنه الفرق هنا هو هذا مكتسب وهذا فطري. نعم. طيب يعني هل ممكن أنه العوامل الخطرة ممكن تكون هذه الشخصية؟ أوكي، نعم أكيد، لأنه أي شخصية سواء كانت حتى سيكوباتية والسوسيوباتية والاعتلال النفسي والاعتلال الاجتماعي، كل هذه تجي من فاكتورز، عدة عوامل، ما تجي من عامل واحد. يعني مثلا خلينا نقول لك التربية لها دور، أيضا الأصدقاء لهم دور، الغيرة لها دور، العدوان المباشر له دور، العدوان اللفظي له دور، العدوان البدني له دور. كل هذه لها دوار بشكل تدريجي، سواء كانت في البيت يعني في المنزل أو في المدرسة أو في الجامعة أو في جماعة الجيران أو جماعة الأصدقاء والزملاء أو جماعة الأقراب، سواء الأسرة النووية أو الأسرة الممتدة، سواء جماعة المسجد إذا كانوا المسجد. هذه كلها متشرب، يتشرب الإنسان باطنيا ثم يبثه، خاصة إذا آمن فيه. إذا آمن هذا السلوك إيجابي بالنسبة له ويتعامل فيه ويلقى فيه نتيجة منفعة، لأنه لازم يقارن ما بين الخسارة والمنفعة. إذا كان المنفعة عنده قوية، يشوف الناس يخافون منه، يحترمونه، يقدرونه، يتجنبونه، فيبدأ يعزز هذا السلوك بشكل كبير جدا، وبالتالي هم أيضا هم يعززونه له بشكل مباشر أو غير مباشر. فهذه تأتي عدة عوامل، ليس عامل واحد فقط. طب إيش الأعراض اللي تظهر على هذا الشخص، وكيف أنا كشخص عادي أعرف أنه هذا الشخص بيعاني من أعراض أو من مشاكل اجتماعية أو نفسية؟ سؤال جميل. عموما الأعراض هذه بتكون مباشرة أو غير مباشرة. يعني ممكن يعيش معنا واحد سيكوباتيك، صح، يعني في الأسرة ولا يبين عليه، في المدرسة ولا يبين عليه، في العمل يمكن يكون رئيس العمل أيضا. هذه الأمور كيف؟ أنه أحيانا ما تظهر الأحداث ولا السلوكيات المباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، إلا بالرياكشن، ردة فعل. فبالتالي لما يكون في هناك سيتويشن، موقف ما أو حدث ما، يبدأ نشوف الأعراض هذه تظهر بشكل غير طبيعي، لأنه أول حاجة يكون عنده جرأة في الطرح أو في الرد بغير مبالاة، يعني أنه ممكن يرد ردة الفعل يعني سريع الغضب، عنده استثارة الغضب بشكل مباشر، فممكن يقول أي شيء في أي وقت في أي زمن في أي محدد، من غير يعني ما يحسب حسابه. اثنين، عدم النضج الانفعالي، مو متزن انفعاليا، فما يقدر يعني يحدد غضبه وانفعالاته، ما يكون عنده نضج في الرد، يعني ما يحسب حساب الرد، أهم شيء يقول اللي يقوله وانتهى الموضوع. هذه سلبية وتبان لدى الكثير. الثالثة وهذه مهمة جدا، أنه ما يراعي مشاعر الآخرين، فممكن يضربهم بكلام سيء، سخرية، استهزاء، وتفر. هذه كلها تكون ملاحظة للجميع، خاصة في
المواقف والأحداث اللي تكون مباشرة، اللي يكون فيها ردات فعل أكشن ورياكشن، وهذه اللي ممكن تحدد. غير كذا الاندفاعية بس يعني بشكل كبير جدا، سواء كانت الدفاعية مباشرة أو غير مباشرة، اندفاعية داخلية أو خارجية، هذه تمثل الأدائية الكامنة، ثم العدوانية الظاهرة. والأدائية هذه على فكرة من أهم السلوكيات اللي تكون موجودة لدى جميع البشر. إحنا جميعنا نتسم بالأدائية والعدوانية، ابتسام هذا اللي الواحد مخلوق فيه، لكن تختلف الدرجة. الدرجة هنا اللي ممكن يقول والله هذا مثلا يشكك الدبوس الثاني ممكن يطعك مسكين. ليش؟ لأنه الاندفاعية موجودة، الأدائية موجودة، العدوانية موجودة، ولكن كيف عملية السيطرة فيها هنا تختلف وتبين ردود الأفعال. نعم دكتور، هذه الصفات اللي انت ذكرتها الان هذه تخص السايكوباتي والسوسيوباتي ولا فقط السايكوباتي؟ هم وجهها لعمله واحده، لكن هذا مولود وهذا مصنوع. الشيء اللي يفرق بينهم في بعض الاشياء. الاولى ان السايكوباتي قلنا فطري، هو صح. مولود كذا، فتكون السمات الشخصيه اللي موجوده عنده هي مولود فيها. لكن في نقطه رئيسيه، هو سلطوي، هو دائما يحب السلطه، وانسان ذكي جدا، واحيانا بعض الدراسات قالوا انه ذكاء في المتوسط، خلينا نقول ذكي جدا، يعرف وش فريسته وش يبغى وش اهدافه ويحددها وينطلق من خلالها. فبالتالي هو قادر على الجذب، يجذب الاخرين، قادر على التفاهم معهم بشكل جيد. اضف الى ذلك ما تستثيره اي شيء، يعني اي شيء فعل ممكن يسويه بدم بارد عادي عنده، هذه سيكوباتية. السوسيوباتي لا، مصنوع، فبالتالي اي سلوك وموجود عنده يعني خسارته او منفعته تكون قليله. ليه؟ لانه هو يبغى يظهر بس في الصوره، لكن ما يكون عنده مثلا ذاك البرود القوي والجذب عنده لا اهتمام لا مبالاه، ردود افعاله دائما تكون سلبيه لانه ما يحسب حسابها. اضيف الى ذلك انه في الغالبيه يكونون غير متعلمين غير مثقفين، وهذه مشكله كبيره جدا. طب دكتور خلنا بس اوقفك عن موضوع مولود فيه مثل ما تفضلت وذكرتها اكثر مرة وأكدت على موضوع أنه السايكوباتي مولود. لما تقول مولود إيش معناتها؟ هل هي جينات؟ هل هي لايف ستايل حقت الأم وهي حامل في هذا الطفل؟ مثلا كانت مدمنة مخدرات، كانت مدمنة كحول، كانت هي أصلا عندها مشاكل نفسية تأخذ أدوية نفسية، أو أن يعني كيف نقدر يعني نحدد المشكلة عشان نتفاداها في المستقبل؟ كيف المولود يكون مولود سايكوباتي؟ هو عموما احنا نقول انه دائما الاشياء احنا عندنا سلوك فطري او سمات شخصية فطرية اكيد وسمات مكتسبة. نعم. الفطرية دائما تكون مولودة مع الانسان بحيث انها تكون جينية بحتة بالدرجة الاولى، ولكن يتم تنميتها بشكل كبير جدا، سواء كان عن طريق الحمل والولادة، ودائما في لغة مشتركة بين الام والابن. نعم. يعني حتى يكون في لغة تفاهم، يعني أحيانا بعض الأمهات وهذه أثبتت الدراسات النفسية، أنا ممكن تكلم ابنه وجنين لازال صحيح، ويكون في لغة مشتركة لوغاريتم، هل اللوغاريتم هذا ينمي قدراته وفي نفس الوقت يكون علاقة حميمية بشكل كبير جدا. هذه أشياء. الشيء الثاني وهو المهم جدا، أنه الشخصية السيكوباتية لما تكون مولودة وفطرية بالدرجة الأولى زين، هذه علاجها بيكون أصعب من أي شيء آخر، فبالتالي هي مولودة معه، يعني ما يقدر يغيرها، لكن ممكن يقلل منها، يقلل من سماتها الشخصية أو سلوكياتها اللي ممكن فيها فعل أكشن ورياكشن بشكل مباشر وغير مباشر، ولا يحسب حسابيات الآخرين، ودائما ينظر للإيذاء. إذن الشيء الفطري المولود ما يمكن يغيره، لكن ممكن يخفف منه. بينما المكتسب اللي مأخوذ من العالم الآخر لا، يعني الآن لما يكون عندنا مجموعة احنا جالسين مع بعض وفجأة دائما تنمر على شخص معين، التنمر هذا ممكن يخليه ضعيف، لكن هذا الضعف ممكن يكون قوي عند شخص آخر، ممكن يروح ويجلس مع ناس ثانيين أضعف منه فيتنمر عليهم، فبالتالي هذا السلوك يعتبر مكتسب بشكل تدريجي ممكن يتغلب على النقاط هذه. لكن السيكوباتي لا، هو هذه شخصيته. نعم. حتى في العلاج الدوائي يعني ما يكون معه قوي بذيك الدرجة. ليه؟ لأنه إلا إذا كان في حالة واحدة، إذا كان مصاحب اضطرابات أخرى زي مثلا البرونويد، زي مثلا الدبريشن الشديد يعني السيفير، فممكن يكون الدواء له دور هنا لأنه يخفف على الاضطرابات، وأيضا العدوانية يخفف منها شوية. نعم. لكن لا يمكن يمحيها هذا الدواء الميديكيشن. بينما العلاج التحليلي النفسي اللي هو الجلسات، هذا ممكن يساعده أنه على الأقل تقديري يعرف يتعامل مع ذاته ومع الآخرين بشكل جيد. طيب السيكوباتي كيف يشوف العالم؟ سمي؟ السيكوباتي كيف يشوف العالم؟ طبعا الواحد اللي يحب السلطة دائما ينظر للآخرين هم أقل منه، وأنه أعلى ذكاء
وبالتالي ممكن يحصل على اللي يريده بشيء من سواء من التلاعب، يسمونه تلاعب المشاعر. وعلى فكرة في حاجة اسمها جريمة المشاعر، وهذه كبيرة جدا. أغلب الناس اللي يعانون من جريمة المشاعر أو اللي تعرضوا لجريمة المشاعر هم تعرضوا للسيكوباتيين، لأن السيكوباتي يكون عنده لا مبالاة، عنده القدرة على التلاعب بمشاعر الآخر، يحرص كيف أنه يتلاعب معها بشكل كبير جدا. أضف إلى ذلك أنه ما عنده لا مبالاة ولا عنده احترام لمشاعر الآخر، فمن نورمال يعني اللي يسويه ممكن أي شيء. لذلك هو يرى نفسه قادر أنه يقود الآخرين، أنه عنده سلطة قوية، أنه ذكي، أنه يستطيع أن يتلاعب بمشاعر الآخر، يستطيع أن يأخذ من أمواله، يستطيع أن يأخذ من وقته، يستطيع أن يديره كما يريد. وهذه من الأشياء السلبية اللي جعلت دائما السيكوباثي يدخل في مشاكل كبيرة جدا. في نقطة رئيسية إضافة للكلام، أنه هو ينظر للمجتمع أنهم كلهم ضده. هذه النقطة الرئيسية هي اللي تخليه ينظر للمجتمع أنهم سيئين، سواء كانوا أسرة أو زملاء أو أصدقاء أو حتى المجتمع الآخر، يعني المجتمع البعيد. طيب في علم الجريمة، الشخصية السيكوباتية سواء كانت إذا اجتمعت الوراثة زائد المجتمع، يعني هو أصلاً اتولد وهذا شيء موجود في الوراثة، زائد أنه تشرب من المجتمع هذه الأمراض كلها، هل هو يعتبر ضحية؟ كيف تتعامل مع يعني لما يرتكب جريمة ما، كيف يتم التعامل مع هذه الجريمة؟ هل هو ضحية لهذا المجتمع ولهذه الجينات لأنه لم يعالج من سن صغير؟ هل هو يكون هناك في مبررات لهذه الجريمة؟ لأنه من الواضح إنه هذه الشخصية التي تتميز باللامبالاة وبالعنف وبغيره تستطيع أنها تفقد السيطرة على نفسها وترتكب بعض الجرائم. صحيح. طبعا في حاجة اسمها الاعتلال النفسي الجريمي، وهذا يعني المصطلح الحديث، بسبب أنه دائما الرياكشن ردات الفعل على المعتلين نفسيا أو معتلين اجتماعيا زين، هم يتشربون الجريمة أو السلوك العدواني سواء كان عدائي خفي أو عدواني مباشر حقيقي. وهذه مشكلة، لكن كل حالة نأخذها يعني منفردة. كل كيس منفرد، فلا يمكن أن نقول والله الجريمة هذه أنه ممكن يعاقب عليها والجريمة هذه ما يعاقب عليها، مع أنها من نفس النوع. لكن زي ما قلت سابقا هي مجموعة عوامل يدرس ككيس، ثم في حاجة اسمها الكيس فورموليشن، صياغة الحالة، ثم بعد كذا الأسسمنت التقييم، عشان أقول والله أن هذه الحالة عليها لها عقوبة ولا ما لها عقوبة، خاصة في المسؤولية الجنائية بالدرجة الأولى. ليش المسؤولية الجنائية؟ لأنه لازم يكون هناك أول شيء فعل إرادي، والشيء الثاني إيمان بالفعل يقوم فيه، الشيء الثالث أنه ما يكون تحت تأثير لا إدمان مخدرات ولا مرض نفسي. فبالتالي هنا تنتفي عملية العقوبة إلا إذا وجدت، فالعقوبة تكون مخففة وغيرها. لكن بالنسبة للسيكوباثي لا يمكن أفصله، حتى لو كان فطري، حتى لو كان فطري، هذا لا يعفيه من المسؤولية، لأن المسؤولية كاملة بدرجة الأولى. الشيء الثاني تشربه من البيئة، من البيئة أو من الزملاء اللي موجودين، هذا في حد ذاته يعني سلوك مكتسب، إذن هو يعمل بإرادة. لذلك لازم يحاسب على سلوكه، إذا كان السلوك جريمي أو حتى سلوك تدميري أو سلوك تحريضي أو سلوك استهزائي أو تنمري. كل هذه السلوكيات تعتبر أنها بمحض الإرادة. وعندهم نقطة رئيسية اللي هم الغاية تبرر الوسيلة، يعني الثيم حقهم أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا سلوك عام ولكنه غير 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 طبيعي وغير جيد، يعتبر مرضي. هل معناته أنه يعني أعفيه؟ لا، لازم يدرس ككيس ويأخذ ويقيم بشكل جيد، ثم بعد كذا نشوف وين النقطة السلبية اللي ممكن أنه يحاسب عليها، والنقطة الإيجابية اللي ممكن من خلالها أنه نعفيه مو من العقوبة ولكن نخفف العقوبة. طيب دكتور، خلينا يمكن نسأل هذا السؤال اللي جدا يعني مهم للناس اللي قد صادفت هذه الشخصيات أو تعايشت معها، سواء على مستوى الأسرة أو الأصدقاء أو ما شابه ذلك. كيف أقدر أتصرف مع الشخصية السايكوباتية أو السوسيوباتية بطريقة بحيث أنه ما يؤذيني، وبطريقة يعني ما تخليني مثلا أتعامل معه كإنسان طبيعي، أو يعني أعطيه ردة فعل طبيعية زي الإنسان الطبيعي، لأنه هذا ممكن يؤذيني أو يؤذي اللي حولي. صحيح. أو يضرني. صحيح. إيش الطريقة الصحيحة؟ هو دائما القدرة على تقييم الشخص اللي قدامك، وهذا السؤال والله مهم جدا، بس احنا خلينا ناخذها بطريقة علمية بحتة بالدرجة الأولى. أنا
كشخص لازم أفهم ذاتي وأتنبأ بقدراتي وإمكانياتي وأضبط سلوكياتي. إذا قدرت أتعامل مع نفسي قدرت أتعامل مع الآخر، بحيث أنه لازم أفهمه وأتنبأ بقدراته وإمكانياته وأضبط سلوكياته. من هنا ممكن أتعامل مو بس مع السيكوباثي ولا السوسيوباثي، لا، ممكن أتعامل مع أي شخص عادي وغير عادي. وعلى فكرة أثبتت الدراسات أنه مهم معناته أنه سيكوباثي أنه إجرامي بالدرجة الأولى. صحيح. قد يكون أحادي وبعيد. وبالمناسبة السيكوباثية 4 أنواع. هذا الشخص اللامنتمي وهو انطوائي رغم أنه سيكوباثي، بس انطوائي ومنعزل عن البشرية. الثاني الشخص العدائي اللي يكون له علاقات محدودة مع ناس معينين زين والبقيل لا. والثالث المندمج اللي له علاقات متعددة ويرى أنه يقدر يحصل اللي يبيه وفي نفس الوقت يعني أكتف وتفر. والأخير اللي هو الغشاش العدواني، هذا اللي يطلق عليه في دليل تشخيصي أو دليل اضطرابات النفسية، تشخيص الاضطرابات النفسية اللي هو DSM-5 أو ICD-11، وهذه من يعني من الأشياء الدلائل اللي عليها الطب النفسي يعتمد عليها بالدرجة الأولى، اللي يقال الشخصية المضادة للمجتمع. لأنه حتى هم حتى العلماء ذكروا شخصيتين، الشخصية المضادة للمجتمع المعادية للمجتمع والشخصية الغير اجتماعية، وكلها لها وجهان، لها هما وجه في عملة واحدة يعني. هم وجهان في عملة واحدة. هذولا هم اللي ممكن الإنسان كيف يتعامل معهم بشكل كبير جدا ويحضر. لذلك لازم أنت تفهمين سلوكك أولا ها، بعدين تتنبئين بقدراتك وإمكانياتك. يعني مثلا جاء عبد الله وضحك قدامك، كيف ممكن تتعاملين معه؟ أنت هل مزاجك هنا يرد عليه برد إيجابي ولا رد سلبي؟ هل أنت قادرة على التعاملين معه ولا لا؟ إذا قدرت تفهمين نفسك وتنبئين بقدراتك وتضبطين سلوكياتك قدرتي تفهمين الآخر، وهذه مهمة جدا. الغالبية على فكرة متخصصين غير متخصصين ما يفهم نفسه، وإذا فهم نفسه ما يتنبأ بقدراته، وإذا تنبأ بقدراته ما يضبط سلوكياته، تلقين سرعة الإثارة والاندفاعية وممكن إيش أنه يتكلم عن الناس بسبب المزاجية. خلنا نقول إنه فهم نفسه وعرف يتنبأ بقدراته ويضبط سلوكياته، إيش ممكن؟ لازم تفهم الآخر. والدليل إنك لما تجي تقابل الحين مديرك أو مثلا أي شخص آخر وتجي تقابله لابد إنك تعرف كيف تضبط سلوكياتك أمامه. صح. ولا لا؟ صح. لأنه ممكن يكون عنده أكشن قوي. فأنت لازم تعرف هذا الشيء عشان تقدر تتعامل مع الآخرين. والسيكوباثية ترى منتشرة بشكل كبير جدا. نعم دكتور عبد الله، السؤال دائما يجي في بالي، يعني هو بعيد عن هذه الحالات، احنا دائما نلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي تركيب المقاطع، مثلا شخص يكون حزين، واحد يصوره فيحطون عليه مقاطع ضحك وناسة وهذه مشاعر كذا، انت مثلا مسوي نفسك قوي شخصية. هل هذه الشخصية اللي قاعدة تركب المقاطع تعتبر من ضمن هذه الحالات؟ هو مؤشر لكن لا يمكن أحكم عليه. أنا سبق وقلت أن كل حالة ندرسها منفردة، فمو هذا مؤشر أنه على طول أنه سيكوباثيك أو سيسيوباثيك أو واتفر، لا. بس أنا على فكرة هذه النقطة يعني مشكلة، أحيانا الواحد يمثل سيكودراما ويطلع أنه حزين ومو حزين. طبعا. المشكلة أنه أنا أذكر يعني حتى في بعض المقاطع كثير الجريمة الآن، لما يجيك واحد يقول والله أنه جايب له مقطع أنه ضرب له واحد، كيف صوره لو هي مدروسة؟ يعني أنا شوية خلنا نتخيلها شوية، إذا فيها نوع من السيكودراما. السيكودراما هذا التمثيل، تمثيل الأدوار. قد يكون بارئ قد يكون مو بارئ، اللي مو بارئ ينكشف على طول، لكن البارئ ممكن ما ينكشف. فبالتالي كيف أنه يصور؟ لأنه اللي يجي طبيعية، المواقف اللي يجي طبيعية ترى نادرة، لو تلاحظون أنتم وأنتم إعلاميين أنتم تعلموني مو أنا بعلمكم، تجي نادرة ولا لا؟ صح. لكن التصوير هذا يحتاج له شو، يحتاج له استعداد، يحتاج له مزيج. فليس بالضرورة أن كل تصوير أشياء زي كذا أنه ممكن يكون سيكوباتيك، لا، بس أنه لديه يا إما عقدة نقص ومشكلة يعاني منها وبالتالي يحاول يضرر نفسه بشكل جيد، خاصة اللي يجيك يسوي نفسه كريم. صح. وأنه مثلا يبذخ في العطاء. صح. وهو ما كان يملك ريال واحد. مشكلة هذه. صح. ولا مثلا اللي يجيك للأسف في العزائم ممكن، وهذه شفناها، يغسل بعسل. وين وصلتنا؟ وين وصلنا احنا يعني؟ تمثيل، هل هذا مو بتمثيل؟ صحيح. يعني في اشياء مو بجيدة. ولا اللي يحفظ ابنه كلمتين يقولها وبعدين يصوره انه ذكي.
ممكن. هذه اشياء من الاشياء الخطا اللي ممكن تجي. دكتور عبد الله الوايلي، صراحه استمتعنا في الحديث معك اليوم، وكانت فقره جدا مثريه. شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم، انا استمتع معكم والله. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ومكملين.